في مباراة اليوم؟ طبعا في البداية الحمد لله على كل شيء، لسه الدوري طويل، لسه في 11 مباراة متبقية سواء للأهلي أو للزمالك. 11 مباراة يعني 33 نقطة، لسه في مواجهة تانية قدام نادي الزمالك، لسه في مباراة قدام بيراميدز. يمكن هنعرض المباريات المتبقية، هنلاقي إن لسه الدوري طويل. ولكن طبعا مش هنقدر نلوم لا المدربين ولا اللعيبة بأرضية الملعب الموجودة. يمكن احنا شفنا مباراة الهلال والنصر امبارح في الدوري السعودي، الديربي السعودي، حاجة يعني جمهور حاضر، أرضية الملعب ممتازة. النهاردة شايفين أرضية الملعب عاملة إزاي. النهاردة ما أقدرش ألوم مدرب. ده الملعب بتاع النهاردة. تمام. ما نقدرش نلوم مدربين على تكتيك أو كده. الماتش كله النهاردة قلب صراع بدني وتمرير طولي والتحامات هوائية. فيعني يمكن أنا بس مش متفق شوية مع لسارتي في التغييرات في الشوط الثاني. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما أتفقش معاها فيها. يمكن أنا وجهة نظري الشوط الثاني وسط الملعب اتاخد من نادي الزمالك، اخده من نادي الاهلي في الشوط الثاني. فكان الافضل يعني اول تغييره كان لازم يدفع بيه احمد فتحي كارتكاز من وجهه نظر. يعني احمد فتحي كان لازم، لان انت محتاج وسط الملعب فيه صراعات بدنيه، يعني واضح قوي ان الشوط الثاني اتاخد منك وسط الملعب. فكان لازم تكون اول تغييره احمد فتحي، سواء على حساب حسام عاشور اللي قل بدنيا او على حساب ناصر ماهر برده اللي المباراه ديت مش بتاعته، عايزه محتاج حد يكون قوي بدنيا اقوى من ناصر طبعا عشان المباراه قلبت صراعات بدنيه. فوجهه نظري ده يمكن الاختلاف الوحيد شويه في التغييرات مع لسارتي.